السلام البنات، مرحبا بكم مع اليوم فيديو جديد. غادي نقدم لكم ان شاء الله اليوم غراتان بالخضره، كيجي جد شهي يستحق التجربه. تبعوا معايا المقادير حتى النهايه، المقادير ماشي بزاف والوصفه جد شهيه. عندنا في المقادير هنايا، عندي هنا الخضره انا كانت عندي في كونجيلاتور كيتباع هنا سيغ جولي، المهم درتها في الماء طايب وقلعتها. اللي يكون عنده يقدر يحكم هكا صغار رقاق، مخلطه كاع الميلونج تاع الخضره. وهنا عندي البطاطا قطعتها انايا، وهنايا واحد جوج بصلات مشلضين، وهنا طوماطش محكوكه ولا ديك تاع الكرتون كما بغيتو، وهنا الفرماج غابي. وفي العطريه عندي الخرقوم، عندي سكينجبير وبزار احمر وحبه كحله، شويه الكمون والملحه. هادو هما العطريه اللي كانت تستعملهم تقريبا دائما. صافي هادو هما العطريه اللي عندي. نسوي واحد نص تاع كاس زيت باش نطيبوا الخضره ديالنا. اول حاجه نبداوها على بركه الله، بسم الله. ناخذ واحد المقله كما كتشوفوا معايا، درت فيها الزيت، درت نص تاع كاس زيت باش نقلي فيه البصله. نخليو البصله ديالنا تشحر مزيان، خليوها تشحر مزيان، ومن بعد من تقلى مزيان غادي نزيد فوق هذاك الخليط تاع الخضره. انا المهم هذا الخليط تاع الخضره كاع مخلط فيه كل شيء. المهم انا شريته كان كونجلي، تقدروا يكون عنده الخضره بالدار يقدر يحكها كرقيقه ويستعملها. خلطوا كل شيء هذا الخليط مع البصله، وغادي درك ندير العطريه، زيت طوماطاش بعدا، كتجي غزالة وبنينة هاد الوصفة، يعني كتستحق تسييوها. شوية الملحة وما كتطلبش وقت بزاف، يعني وقت غير قصير في الساعة، ما تستحق شي جهد منا. ونخلطو دوكا، ندير العطريه، عندي شويه سكينجبير كما راكم تشوفوا معايا في الفيديو، وغادي نزيد هم جميع العطريه اللي قلت لكم، شويه خرقوم، وغادي نزيد شويه الكمون، شويه الحبه كحله. المهم جميع العطريه اللي قلت لكم عليها غادي نستعملوهم، نديرهم هنايا باش يجي الخليط بنين. خصنا العطريه كما نعرفو كاملين، شويه بزار احمر، وشويه غادي نزيد دوكا شويه الكمون. المهم جميع العطريه اللي قلت لكم عليها من قبل في الاول تاع المقادير، من خدمت كل المقادير. وفي الاخير غادي نخلط جميع العطريه مع الخليط، وغادي نخليهم يطيبوا، يعني خصهم يتشحروا مزيان هاد الخضر حتى يتنشف كاع بالماء. خليوها طيب واحد 15 دقيقه. المهم انايا بالنسبه لي 15 دقيقه لقاش عندنا الخضر مقطعين رقاق محكوكين رقاق، يعني ما كيطلبوش بزاف الوقت باش يطيبوا. غادي نبلع عليهم نخليهم يطيبوا حتى ينشفوا كاع بالماء، ومن بعد غادي نمروا باش غادي نديروهم في البلا اللي يدخل الفرن باش يطيبوا. ها هو الشكل، يعني من بعد ما طاب الخليط تاع الخضر هذا هو الشكل ديالو كما كتشوفوا، نشف ما بقى فيه لا ما لا والو. ودركا غادي نجيب واحد المول ولا شي صني كوم راه عندي دوكا، هاد الصني انايا اللي يدخل الفران، درت فيه داك الخليط تاع الخضر سرحته كاع بهذا الشكل، ومن بعد غادي نزيد فوقو ديك البطاطا، يعني هاد الخضر هنايا فيها كلشي، جميع الخضر تقريبا كلشي فيها،
سيو البطاطا اللي ما كايناش يعني دركا زدتها فوق هكا، يعني نسرحوها هكا فوق ديك الخضر، نستفوهم كاع. ومن بعد غادي خصنا ندير واحد لاصوص بشاميل باش الغراتان ديالنا ما يجيش ناشف، كلشي يجي بنين بها عاده. كتزيد لها بنه على بنه، غادي درت هنا الحليب فوق النار، غادي نزيد عليه، زدت عليه الزبده، نزيد عليه شويه حبه كحله، شويه د الملحه، دروك غنزيد واحد الجمعه الكبار تاع النشا. ومع التحريك دائما، ما نريدوش بالتحريك حتى يعقد لنا الخليط ديالنا، حتى يعقد كامل حسوا به ثقيلكم راكم تشوفوا معايا بالفيديو. ها هو الخليط ولا ثقيل بهذا الشكل، ومع التحريك دائما غادي ناكد عليها باش لاص بشاميل ديالنا ما تخسرناش وتجي كما نبغيو، الخليط يجي متجانس. غادي نديرو فوق هذيك البطاطا والخضر اللي فرشناهم من قبل فوق البلا ديالنا هذا الشكل، غادي نسرحهم كاع فوقه، وفي الاخر غادي نزيد فرماج غابي، فرماج محكوك. وهو العشاء ولا الغدا ديالنا ولا موجود. ومن بعد ندخلوه الفرن، ندخلوه الفرن على درجة الحرارة تكون مرتفعة، واحد 40 دقيقة. المهم داكشي كل واحد والفرن اللي عنده، انا كنخلي واحد 40 دقيقة يعني باش طيب البطاطا وداكشي كلشي يطيب وصافي. ها هو الشكل ديالو، دوكا ندخلها الفران. ها هو البلا ديالنا، الكغاتان ديالنا من بعد ما طاب، هذا هو الشكل النهائي ديالو، كيجي غزال وبنين في المذاق، كيشهي. هذه يعني تجربتي الخاصة، أنا كنديرو يعني معتادة كنديره، يعني وصفة صحية بالخضر، يعني الخضر كما نعرفو غادي نقطع جد صحي لا لينا لا لوليداتنا. غادي نقطع معكم واحد المورصة وتشوفوا الشكل النهائي ديالو، خرعات عاد سخون كي خرجتو ها هو الشكل ديالو، هاكا يفور. هذا هو الشكل ديالو، يعني كيجي الخضر لتحت وديك البطه الفوق، يعني كتجي بنينه. نتمنىكم تسيوها وتنال الاعجاب ديالكم، تكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله. ولا عجبتكم الوصفه تاع اليوم، نستنى لي كومونتير ولا جيم ديالكم. يلا الى وصفه اخرى ان شاء الله.